يترك بصمة. قد تكون بسمة بلون النور، وقد تكون وصمة بطعم النار، لكنها بصمة. أعزائي مشاهدي بصمة، أهلا ومرحبا بكم اليوم. أصدقائي الأعزاء، النهاردة حلقتنا معناش ضيف. معناش ضيف ليه؟ لأن صاحب بصمة اليوم هو برنامج بصمة نفسه. فبصمتنا النهاردة هنعتبرها بصمة برنامج بصمة. ليه؟ ده سؤال منطقي طبعا. قد يتبادر إلى الذهن أن احنا النهاردة بنعمل بصمة برنامج بصمة لأنه عيد ميلاده مثلا، لكن الحقيقة لا. لأن برنامج بصمة احنا ابتديناه، وأول حلقة ظهرت للوجود كانت بتاريخ 5/5/2015، 5 مايو 2015، وما كناش طبعا قصدين الخمسات ديت لان مش في دماغنا الكلام ده، لكن هي جت بالصدفه كده علشان نتذكر بيها. طبعا التاريخ ده مهم جدا ان احنا بنقوله في بدايه الحلقه، لانه في ما يستدعي ان احنا بنذكره. 5/5/2015 يعني بقالنا تقريبا 6 سنوات. ليه النهارده بقى بنقدم بصمه حاليا؟ علشان شيء جميل جدا ان احنا نحتفل بنفسنا ونهني نفسينا بنجاحنا. الحمد لله جالنا وسام بيؤكد ان احنا ناس ماشيين كويس، وبرنامجنا برنامج بتشاف، وبرنامج له بصمة. ودي كانت الحقيقة شهادة عملية بنعتز بها جدا، لانها جاية من كيان كبير، كيان له قامة كبيرة. اللي حصل بالضبط ان برنامجنا برنامج بصمة احدى القنوات الكبيرة اللي لها باع كبير في الاعلام، ولها قيمة كبيرة، واحنا بنحترمها وبنجلها وبنجل كل العاملين فيها. واضح ان هم اتفرجوا على برنامجنا كويس قوي قوي قوي، وفهموه وحفظوه وشافوه وعملوا بصمة منه، يعني نقلوه تقريبا، يعني استنساخ تقدر تقول، زي النعجة دول كده ما استنسخوها، يعني عملوا نوع من الاستنساخ. فكان في تشابه بشكل كبير قوي. القناة دي عبرت عن إعجابها وتقديرها لبرنامجنا بصمة بأنها قامت بنقل الكثير من البرنامج وعملت منه شبه استنساخ. يعني هتلاقوا أن الاسم هو نفس الاسم، احنا برنامجنا اسمه بصمة، فنقلوا نفس الاسم وبقى برنامجهم الجديد اسمه بصمة. احنا عندنا اللوجو بتاعنا حاطين علامة البصمة بتاعة الاصبع، التعريج بتاعتها جوه خرطوش فرعوني، لان احنا انتماءاتنا مصرية قوي. هما اللي عملوه ان هما حطوا نفس التجاعيد ديت بتاعة البصمة، حطوها في شكل قلب جميل. هما ناس رومانسيين اكتر مننا، فحطوه في شكل قلب لونه وردي كده زي الفراولايه، لكن بتبقى التجاعيد هي التجاعيد. كتابه الاسم نفسها، نوع الخط تقريبا هو اللي قريب من الخط الكوفي، تقريبا هو نفس الكلمه. فالاهم من كده ان فكره البرنامج بقى، يعني قد يكون الشكل ممكن تتغاضى عنه، لكن لما بيبقى الفكره نفسها دي اللي يعني توجع شوية، تخلينا يعني نلوم أصدقائنا وأحبابنا، ونقدر نقول أساتذتنا كمان، لما تاخد مني الفكرة دي مش لطيفة قوي يعني. فإحنا عندنا برومو بتاعنا، وإحنا بنقول إن الكل يترك بصمة، وبنقول إنها قد تكون بصمة بلون النور، وقد تكون وصمة بطعم النار، لكنها بصمة. بنقول إن كل واحد في الحياة بيسيب بصمة، وبرنامجنا بيعمل استرس على حتة البصمة. احنا برنامجنا برنامج ثقافي تنويري، لا لنا دعوة بالسياسة ولا لنا دعوة بالدين، احنا مركزين على النقطة دي عشان بنسعى ان برنامجنا يوصل رسالة نور للمشاهد اللي احنا بندور عليه، المواطن المصري، انه يكون برنامج مواطن متحضر. ده هدفنا، مواطن متحضر. واحنا في برنامجنا دايما بنؤكد على اننا في برنامجنا حريصين على وقت المشاهد، وبنحترم جدا وقته، بنحترم جدا عقله.
أعزائي بطبع في مساحة كبيرة من التشابه بين برنامج بصمة اللي هو الأصل وبين البصمة الجديدة المستحدثة، في محاور كتيرة متشابهة إن لم تكن متطابقة. بالطبع أول حاجة الاسم، ده اسمه برنامج بصمة والتاني اسمه برنامج بصمة، مصادفة. الأهم من ده كله المحتوى نفسه، المحتوى، الفكرة بتاعت البرنامج إيه، فكرة البرنامج إيه. نتفرج مع بعض ونشوف البرومو بتاع برنامج بصمة وهو بيعلن عن هويته وبيعلن عن توجهه وبيعلن عن فكرته ونسمح. تفضلوا معي. الكل يترك بصمة، قد تكون بسمة بلون النور وقد تكون وصمة بطعم النار، لكنها بصمة. أعزائي المشاهدين، الآن يعود إليكم بصمة في ثوبه الجديد. بصمة برنامج ثقافي تنويري يهتم بعقل ووقت المشاهد. الآن نعود لنتحاور معا في هذه المجالات الجميلة من فن وعلم وثقافة. استعدوا ولننطلق معا ونحلق في هذه الأفاق نحو مواطن متحضر، مواطن فاضل، من أجل مدينة فضلة، المدينة الفاضلة التي طالما حلموا بها فيلسوف الإنسانية أفلاطون. فانتظرونا. الجملة الأولى، الكل يترك بصمة، هي فكرة البرنامج عن البصمات اللي بيتركها البشر، اللي بيسيبوا بصمات، قد تكون بصمة بلون النور، بصمات مضيئة، بصمات إيجابية، وقد تكون بصمات سلبية، ده وارد في الاثنين. لكن احنا بنناقش هذه الأوضاع، البصمات اللي بيسيبوها البشر على سطح الكرة الأرضية وفي النفس البشرية. نتفرج ونشوف البرومو بتاع البصمة المستحدثة. ربنا خلق كل واحد فينا عشان يكون ليه هدف وبصمة في الحياة. كل واحد فينا ربنا خلقه له بصمة، الكل يترك بصمة. نو كومنت. علشان تسيب بصمتك لازم دايما يكون عندك أمل. شيء جميل، أي حد المفروض يكون عنده أمل. ما هو أنت ممكن تسيب بصمتك بصمة إيجابية وممكن تسيب بصمة سلبية، لكن دي وجهة نظر. علشان نوصل للأمل ده لازم تكون مبدع مميز، هنا في بصمة تسيب بصمة في حياتك. مبدع مميز ويكون لك بصمة في حياتك، وهي دي نفس الشخصيات اللي احنا بنتحاور معاها واللي بنبحث عليها. لما عملنا حلقات عن الدكتور مجدي يعقوب لأنه مبدع ومميز، لما عملنا لقاءات مع الدكتور وسيم السيسي لأنه مبدع ومميز، لما عملنا حلقات مع الأستاذة أمينة ثروت أباظة لأنها مبدعة ومميزة، لما عملنا حلقات مع الفنان محمود قبيل لأنه مبدع ومميز، لما عملنا حلقات مع الأستاذة والفنانة هالة صدقي لأنها مبدعة ومميزة، فنان زوسر مرزوق مبدع ومميز. كل شخصياتنا وكل ضيوفنا كانوا مبدعين ومميزين، وإلا ما كناش استضفناهم، لأن احنا بنحترم عقل ووقت المشاهد. إذن الفكرة واحدة، برنامج بصمة خليك مختلف ومبدع ومتميز. صورة، مجموعة الصور المتلاحقة دي للشخصيات اللي سايبة بصمة. هي نفس المجموعة اللي احنا حطيناها من التتر الأولاني خالص من سنة 2015، واللي اختصرناها النهاردة في مجموعة جميلة كده زي الوردة الحلوة في التتر بتاعنا. يعني ما بعدناش عن بعض، ما هو طالما انت بتتكلم عن بصمة ناس وناس سايبين بصمات فهتلاقيهم نفس الشخصيات بتضطر تكررها تاني، يعني ما بتقولش حاجة جديدة. الحاجة الجديدة الوحيدة والفرق بين البصمة دي والبصمة دي، ان البصمة الأولى الأصل بيقدمها راجل بشنب، والبصمة الثانية بيقدمها امرأة جميلة بوجه صبوح. طبعا لما تيجي تدخل في كومبتيشن بين راجل وامرأة فالشاشة والعين لازم طبعا هم اللي يكسبوا، فبرافو عليهم، في نقطة لهم، بعترف لهم ونرفع لهم القبعة. الناس اللي هم غير حرفيين وغير مهنيين بعكس القناة الجميلة العظيمة
اللي هي كرمتنا بشهادات تقدير اللي اديتها لنا ديت، دول ممكن يكون عندهم بقى يعني ال ال الاستنساخ يتحول لاستسهال. ناس ما عندهمش يعني في كسل ذهني عندهم، فبيستسهلوا انهم ياخدوا افكار غيرهم، او مثلا استهبال، في فقر في الابداع فيستهبل وياخد ابداع غيره، ممكن يوصلها للاسهال، بيعتبر ان الموضوع توارد خواطر، فخواطر متوارده ومتواتره ورا بعضها. لكن الحقيقه احنا بنتكلم عن ناس لهم قيمه، قيمه مهنيه ولهم وزنهم الحقيقه، فطبعا كل ده لا يندرج عليهم يعني. لكن هو ده اللي حصل بصراحه لسوء الحظ يعني، او لحسن الحظ مش عارف. وزي ما عرضنا عليكم اوجه التشابه اللي بيننا وبينهم في الاسم، في الفكره، في الصوره، في الخط بتاع الرسم، في خط الاسم، حاجات كتيره يعني. تشابه بصراحه اوفر شويه. احنا اللي عملناه ان احنا اخترنا شريحه من الاصدقاء او شريحه من الناس وطرحنا عليهم الاسئله، على اسئله قضيه عامه يعني. احنا مش قاصدين نتكلم على طرف معين، بالعكس احنا بنشكر الناس اللي قدموا لنا الهديه دي، يكونهم ان هم يستنسخوا برنامجنا، فده دليل على ان هم بيحترموا برنامجنا وبيحبوه وبيقدروه، وده شهاده نجاح منهم. لكن احنا قلنا بصفه عامه قضيه نطرحها على المجتمع، لما حد يسطو على الحقوق الفكريه لطرف تاني، الوضع ده، هذا الوضع المؤلم، هيكون رد فعله ايه عند الفنان او عند المبدع، سواء كان اديب او موسيقي او فنان تشكيل او واتيفر، ايا كان نوع الابداع اللي بيعمله، لما هذا الابداع حد ياخده منك وفجاه تلاقي اسمه محطوط مكانك، او ياخده ويعمل شويه رتوش حواليه، يغير كلمه او كلمتين او حرف ولا حرفين وينسبه لنفسه، انت احساسك ايه؟ فكان اول سؤال طرحناه على فنان تشكيلي، الكاتب والفنان التشكيلي الاستاذ حسين نوح. قلت له استاذ حسين، لو افترضنا انك يوما ما انت داخل معرض من معارض الفنون التشكيليه وبتتصفح اللوحات كده، فلقيت لوحه انت عارف انها لوحتك، دي لوحتك، وبتبص على التوقيع لقيت توقيعك مش موجود وفي حد تاني حاطط توقيعه عليه، انت احساسك يبقى ايه؟ او لنفرض ان هذا الناقل ذكي شوية وشاف لوحة من لوحاتك، اراها وفهمها ودرسها وراح حكاها، عمل استنسخها، استخدم نفس الالوان، استخدم نفس المدرسة اللي انت رسمت بيها، شكل الضوء والفراغ، وعمل كل اللي انت عامله، والفكرة اللي انت بتوصلها من خلال اللوحة دي اتحطها وعمل نسخة من نوع من شغل بتاعك وحط توقيعه عليه، هو اللي عاملها، انت احساسك يبقى ايه لما بتلاقي فكرتك حد خدها ونقلها وجسدها، انت احساسك يبقى ايه؟ تعالوا نسمع رأي الفنان التشكيلي لما يمر بهذه التجربة هيقول ايه. انا شايف ان اللي حصل في برنامج المبدع اللي انا كنت فرحان باسمه وفرحان بالاداء فيه والسعيد بالاختيارات اللي بتتم فيه، اللي هو البصمة وبالشكل الفرعوني الجميل اللي بيرجعنا لأصولنا اللي أنا بحبها وانت عارف اهتمامي بيها، ده شيء برضو عجيب جدا للأسف الشديد يعني، بعد مجهود وبعد تفكير وبعد نجاح للأسف. وأنا شخصيا مريت بده على فكرة، بس بيبقى قدامنا خيارين، هل نبطل ولا نعمل اللي انت المفروض هتعمله وواثق انك هتعمله، انك فايتر وهتحارب وهتقف. شكرا صديقي المستنير صاحب الافكار الجيده اللي انا بحترمه دايما، جوبت، شكرا يا غالي حسين. السؤال الثاني وجهناه لنوع اخر من المبدعين، كان معانا الفنان التشكيلي، دلوقتي رحنا لمبدع الكلمه، الكاتبه والروائيه الاستاذه كلاديس مادر. قلت لها أستاذة كلاديس، لو افترضنا أنك في إحدى المرات وأنت بتزوري معرض من معارض الكتاب،
استوقفك غلاف كتاب، الغلاف ده بتاع كتابك انت، ولقيتي انه فعلا الروايه دي انت اللي كتباها من بنات افكارك ومن عصير ثقافتك، وحملتي الرساله اللي عايزه توصليها للقارئ بتاعك، وانت بتبصي على غلاف الكتاب كده لقيتي الاسم اللي مكتوب مش اسمك انت، اسم حد تاني وحاطط اسمه على هذا الكتاب. تفتكر يكون مشاعرك ايه؟ ولو افترضنا جدلا ان هو تلاعب من جوه، بطلة روايتك اسمها يسرى وهو سماها يمنى فور اكزامبل مثلا، تفتكر ده كفاية انه يخليك تحسي ان لا دي مش روايتي لما حد يلعب بشوية رطوش كده من بره؟ انت كأديبة وكمبدعة عانيتي عشان تطلعي العمل الادبي ده للناس، لما تلاقي حد غيرك خده وقدمه للناس بالنيابة عنك احساسك هيكون ايه؟ فضلوا معايا نشوف رأي الأستاذة الروائية والأديبة الكاتبة كلاديس مطر. مساء الخير أستاذ جو، والله حضرتك سألت سؤال جدا جدا إشكالي، لأنه نحن نتعرض لهيك أشياء كثيرا، وطبعا رح يكون طبعا صدمة للكاتب وللمبدع أنه يشوف اسمه مختفى من غلاف كتبه أو من عمله الإبداعي، ويحل محله اسم شخص آخر أو جهة أخرى. الموضوع مطروق كتير وبدل على تدني الحقيقة في الإحساس في المسؤولية، يعني سرقة موصوفة تعتبر هيدي، لما الإنسان بيسرق إبداع شخص آخر وبيسرق أفكار شخص آخر وبكل وقاحة ويتبناها لنفسه، يعني جرأة فظيعة وعدم إحساس في المسؤولية وترويج لهذا النوع من السلوك الغير أخلاقي الحقيقة. طبعا في كتير ممكن تلاقي جهات فردية، أشخاص ممكن يسرقوا أعمال غيرهم، أفكارهم الإبداعية، أدبهم، لحن، كلمات، شعر، برامج على حيلة بتتسرق أحيانا، وممكن نشوف جهات رسمية إعلامية أيضا ممكن تسرق. شيء غريب نلاحظ هذا الموضوع، أنا بالنسبة إلي بعتبره من الكبائر، يعني من الجرائم الكبرى الحقيقة. كل كاتب معرض لهالشيء، كل إنسان مبدع معرض لهالشيء، وهذا أنا بعتبره يعني يتجاوز التنمر بكثير إلى حدود السرقة، السرقة الموصوفة اللي لازم القانون يحاسب عليها. وبفتكر في بالقوانين، في هناك قوانين تحاسب على هذا النوع من سرقة الأفكار والأعمال الإبداعية، وبتمنى ما حدا فينا يتعرض لهيك مواقف. بعد ما طرحنا السؤال على نوعين من المبدعين، فنان تشكيلي وأديبة روائية، قلنا طب نفكر في الموضوع بشكل عملي شوية. إيه اللي يخلي حد يسطو على أفكار غيره؟ فبالطبع هو عمل غير أخلاقي يعني. فقلنا نسأل بقى المتخصصين في علم النفس، إيه اللي يخلي حد يعمل كده؟ فطرحنا السؤال ده على الأستاذ الدكتور نبيل سليمان، أخصائي الأمراض النفسية والعصبية، وإدانا هذا التقرير النفسي الجميل. تفضلوا معايا نسمعه. ما الدافع السيكولوجي أو النفسي الذي يحرك شخص أن يعمل حاجة زي كده ليتغاضى عن ضميره ويرتكب هذا الفعل؟ في الحقيقة في ثلاث عوامل، الثلاثة بيشتغلوا مع بعض وبيتفاعلوا مع بعض حسب طبعا شخصية البيرسون اللي سرق وحجم السرقة وتفصيلاتها and so on. فالثلاث عوامل دول باختصار هم: أول واحد ضعف أو غياب الضمير عند الشخص السارق. معروف في علم النفس أن الشخصية بتتكون من ثلاث عوامل: واحد هو الذات، الثاني هو الذات العليا، نمرة ثلاثة الإد. حضرتك عندك مسرحية مشهورة وجميلة قوي أنا قريتها عن المواضيع ديت. فالذات والذات العليا والإد، الإيجو والسوبر إيجو والإد. فالشخص السارق اللي بيسرق مسرحية، قطعة موسيقية، كتاب وينسبه لنفسه، برنامج تلفزيوني، أي حاجة إنتاج فكري،
هو شخص عنده ضعف أو غياب الضمير، ضعف أو غياب السوبر إيجو، الذات العليا. طيب ده بيجي منين؟ معروف في عوامل التربية وفي التحليل النفسي إن الذات العليا بتتكون في أول 5 سنين من حياة الطفل. بمعنى الطفل بيعرف في حاجة اسمها عيب وحرام وما يصحش وفي سرقة وفي كذب وفي شتيمة and so on. بيعرف ده منين؟ من عاملين. نمبر 1 الماجوريتي حوالي 90% من بابا وماما. عشان كده احنا بنخاف دلوقتي لو الأسرة ابتدت تتحلل وعوامل الطلاق وعدم الزواج والبوي فريند وجيرل فريند وان سو اون. ليه؟ لان الطفل بيبص لبابا وماما دول عملاقين في الاخلاق، فزي ما بابا وماما بيعملوا انا كطفل هعمل. فلو انا عندي ضعف او غياب في الضمير هيجي من 3 اسباب، احنا لسه في نمره 1، غياب الوالدين او احداهما. عشان كده بنشجع الأسرة تبقى متماسكة رغم أن الزواج عايز شغل وفي صعوبات وحل مشاكل أنسون. نمرة 2، احنا لسه في نمرة 1، بابا وماما موجودين بس مشغولين، كله بيسعى لأكل عيشه أو شغال على السوشيال ميديا أو مع أصحابه أو عنده أديكشن معين أو مش موجود في البيت، موجودين جسمانيا في البيت بس مشغولين، فالطفل مش شايف ازاي يكون الذات العليا من الأمثلة الأخلاقية اللي حواليه. نمرة 3، ودي أسوأ في نمرة 1 ستيل، ان بابا وماما موجودين بس بيعملوا كده، بيسرقوا بيكذبوا بيشتموا بياخدوا دراجز وكده، فالطفل يطلع انا كمان ليا الحق ان اعمل كده، فلو لقيت فكرة جميلة موجودة في العالم الخارجي ليا الحق ان انا اخدها وانسبها الى نفسي. فضعف او غياب الضمير دي اول فاكتور في ليه الانسان بيعمل سطو على الممتلكات الفكرية. نمرة 2، احنا قلنا 3 اسباب اللي عندنا. نمرة 2، الامل في عدم اكتشاف السرقة في المستقبل، بأن مثلا الشخص يعمل إيه؟ ياخد قصة فيلم ويغير تفاصيل هامشية جانبية ويغير العنوان وينسبه لنفسه، أو ياخد قطعة موسيقية عملها حد قبل كده يحذف أو يزود بعض التيونز ويطفي عليها جزء من عنده ويسميها قطعة تانية جديدة باسم جديد، ويأمل أن المستمعين لن يلاحظوا التشابه ولن يربطوا بين الاثنين. أو أخذ برنامج تلفزيوني الفكرة هي بس أخذ العنوان وأخذ المقدمة وأغير بعض المحتويات، وبالتالي المستمع اللي مش عارف أن في ارتباط بين البرنامجين جايز ما ياخدش باله. طبعا اللي بيسرق بيأمل ان الناس مش هتربط بنمرة 1 ونمرة 2، وبالتالي ينسب له للسارق النجاح. بعد ما طرحنا السؤال على بعض المبدعين اللي هم ممكن يتعرضوا لهذا الأذى، وبعد ما خدنا رأي علم النفس في هذا التصرف، كان من الطبيعي ان احنا ناخد كمان رأي القانون. فلذلك عرضنا الأمر على السيد المستشار القانوني الأستاذ طارق فوزي، وده كان تعقيبه. تفضلوا معي نسمعوا سوا. عرف المشرع المصري الملكية الفكرية بأنها كل ما ينتجه الفكر الإنساني من اختراعات وإبداعات فنية وغيرها من نتاج العمل الإنساني. والسرقة الفكرية هي عملية سرقة أو استخدام غير معترف به لأي نتاج عقلي سواء كان أدبيا أو فنيا أو علميا، ونشر هذا العمل دون الإشارة إلى مصدره الأصلي سواء كان بقصد أو بدون قصد. ولأنه قد انتشرت مؤخرا العديد من جرائم القرصنة على الحقوق الفكرية، فقد نص القانون 82 لسنة 2002 على معاقبة هذه الجريمة، فاعل هذه الجريمة بعقوبة تصل إلى 100,000 جنيه غرامة، بالإضافة إلى التعويض المادي والأدبي عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت المضرور،
بالإضافة إلى إيقاف العمل المسروق ومنعه من العرض. هكذا استعرضنا آراء هذه الشريحة من الناس. أعزائي المشاهدين، احنا متعودين كلنا تقليد في برنامجنا بصمة، تقليد استحدثناه قريب جديدا، يعني ان احنا دايما بنطلع في وسط الشغل ده وفي وسط الحلقة نهدي أعصابنا شوية ونريح أعصابنا شوية من الموضوع، وبنطلع نعمل فاصل لمدة دقيقة أو نص مساج سمعي وبصري، نمتع عينينا ونمتع ودننا، نسمع حتة مزيكا حلوة، نشوف صورة جميلة كده كنوع من الترفيه عن الذات، واللي عايز يشرب بق مايه مثلا ولا شوية شاي ولا حاجة، وبعد كده نكمل موضوعنا. موضوعنا لم ينتهي بعد، لكن قبل ما نطلع على المساج، قبل ما ناخد المساج السمعي والبصري، خلونا نقعد مع بعض شوية الفقرة ديت، نفتكر بعض إنتاج برنامج بصمة، نشوف بعض المحطات اللي مر بيها برنامج بصمة وبعض الشخصيات الجميلة اللي كان لنا الشرف ان احنا نستضيفهم وناخد بصماتهم في حلقات على مدى 6 سنين. طبعا هم عدد ما شاء الله عدد كبير جدا، لكن هنحاول ناخد شذرات كده من كل بستان ظهرة زي ما بيقولوا، ونتفرج مع بعض على بعض الفقرات كده اللي تفكرنا بالأحداث ديت على مدى 6 سنين من 2015 حتى 2021. فضلوا معايا نستمتع بهذه الشذرات. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى. بعد ما استمتعنا وخدنا الرحلة السريعة ديت بين بعض حلقات البرنامج، تعالوا بقى نريح أعصابنا شوية كده لمدة دقيقة، ناخد فيها مساج سمعي وبصري، نمتع عينينا ونمتع ودننا، صورة حلوة ومزيكا حلوة، ونرجع تاني نكمل مشوارنا. تفضلوا. أعزائي أهلا بكم، أرجو أنكم تكونوا استمتعتوا بهذا المساج السمعي والبصري الجميل. مفيش أجمل من أن الواحد يهدي أعصابه ويمتع عينيه ويمتع ودنه ويمتع كل حواسه بالمتعة الرقية. دلوقتي عايز أقول لكم حاجة، ولو أن يعني إيه بعيدا عن نظرية المؤامرة، حدث من الأحداث
برنامجنا بصمة كان له صفحة خاصة بابليك جروب اسمها امبرنت شو او برنامج بصمة. الصفحة دي لها عمر طويل، يعني عمر البرنامج 6 سنوات، ده يمكن 5 او 4 مش متذكر بالضبط الحقيقة، وكان عليه عدد كبير قوي من الفولورز والاصدقاء والمشاهدين. الصفحة دي كانت متنفس لنا ان احنا بنحط عليه حلقاتنا اول باول، وبنعتبرها فرصة ان احنا نتحاور مع بعض، اللي له تعليق، اللي له كومنت، اللي عنده وجهة نظر، اللي عنده نصيحة، كل ده كنا بنستفيد بيه وبنستمتع بيه مع مشاهدينا. الصفحة دي بقدرة قادر اختفت تماما من كل السوشيال ميديا. كل ما نعمل سيرش ندور عليها بالانجليش، ندور عليها بالعربي، صفحة غير موجودة. طبعا احنا مش بنتهم حد معين ولا نقدر نقول الكلام ده، لان مش اي دليل، الله اعلم ازاي دي راحت، ايه اللي حصل، هل ادارة الفيسبوك مثلا ولا مش عارف، بس ده من سوء الطالع يعني ان كان عليها جهد كبير قوي، وده شيء احزننا لان احنا اشتغلنا عليها كتير قوي، وكانت حافلة بذكريات كتيرة وصور كتيرة وحاجات يام. من حظنا سيء ان هذه الصفحة راحت مع الوبا، زي هنادي ما راحت مع الوبا. لكن برجع وبأكد علشان ما حدش يفهم من كلامي أي تلميح ولا يأول كلامي بحاجة أكتر من حجمها، الموضوع يعني مجرد صدفة مش أكتر من كده. من ضمن الحلقات اللي الواحد بيعتز بيها وبيفخر بيها حلقاتنا ولقاءاتنا مع جوجل علم المصريات العظيم الدكتور وسيم السيسي. قد ايه الحلقات دي كانت ممتعة وجميلة وثرية. حلقاتنا كانت مع شخصيات كتيرة جدا حلوة، اتكلمنا عن شكسبير، اتكلمنا عن ابو العلاء المعري، اتكلمنا عن جابريل جارسيا ماركيز، اتكلمنا عن مين تاني يا ربي، اتكلمنا عن انطون سعادة. عملنا مجموعة حلقات كبيرة عن المأساة بتاعة الأرمينيان بيبول، المجزرة الجينوسايد اللي عملها الأتراك العثمانيين، المجازر اللي عملوها وارتكبوها في حق الناس بتوع أرمينيا. وصلنا وجولنا في الحلقات دي، وكنا برا الاستوديو وجوه الاستوديو، واستضفنا كتير من الشخصيات الأرمينية، ورحنا زورنا النصب التذكاري اللي هم بيعملوا كل بلد بيروحوها بيعملوا فيها نصب تذكاري، وبيعملوا فيها مدرسة أرمنية علشان ولادهم يتعلموا اللغة فيها. الناس دول تم تشريدهم في 120 دولة، تم تشريدهم في 120 دولة بعد العثمانيين ما قتلوا ودبحوا الكثيرين والملايين منهم اللي هربوا من إيديهم أو اللي أطلقوهم في الصحاري، مات نصهم في البرد والصحراء عيني وشافوا المر. اللي نجا منهم اتشردوا في 120 دولة، لكن رغم تشرد هؤلاء الأرمن في 120 دولة قدروا يحافظوا على هويتهم وقدروا يحافظوا على لغتهم. لذلك قالوا لي احنا كل بلد بنروحها لازم نعمل نصب تذكاري عشان ما ننساش اللي حصل معانا ونحتفل بيه كل سنة، ولازم نعمل مدرسة خاصة بينا في اي بلد احنا عايشين فيها بنعلم ولادنا فيها لغتنا الأرمنية جنب لغة البلد اللي احنا عايشين فيها. يعني تلاقي الأرمينيان اللي عايش في مصر بيجيد اللغة المصرية وبيجيد اللغة الأرمنية، الأرمينيان اللي عايش في ساحل العاج بيتكلم لغة ساحل العاج وبيتكلم لغته الأرمنية، اللي في جنوب أفريقيا نفس النظام، اللي في يوروب نفس النظام، اللي في أمريكا نفس النظام. فدي يعني شعب الحقيقة يستحق أن نرفع له القبعة. عشان كده عملنا معهم حوالي 5 حلقات من برنامج بصمة، نشوف إيه بصمة الناس دي الجميلة اللي سابوها. وكلهم ناس على فكرة معظمهم ما كانش كلهم في مستوى راقي من العلم ومن الثقافة، واخدين أماكن محترمة، ورجال أعمال ناجحين ورجال إعلام. استمتعنا بالحلقات اللي عملناها معهم. على مدى 6 سنين قدمنا حاجات كتير أو جوه الاستوديو وبره الاستوديو. ما ننساش كمان سلسلة الحلقات اللي احنا عملناها مع العظيمة العظيمة القنصل العام لجمهورية مصر في لوس أنجلوس العظيمة الأستاذة لمياء مخيمر. هذه السيدة يعني لو تعرفوا عشق الجالية المصرية لها قد إيه، وقد إيه صابت بصمة من نور للجالية بتاعتها،
شيء أكثر من رائع. كلنا جوانا حب كبير لها ما نقدرش ننساه. السيدة العظيمة ديت أنا عملت معها 3 حلقات على الأقل، ده غير المقابلات التانية، استمتعنا فيهم بروحها الجميلة وبفكرها الراقي، ما نقدرش ننساها. بالمناسبة ديت بقدم لك التحية أستاذة لمياء، وحشتينا ساعة السفيرة. من ما أقدرش أنسى طبعا زهرة اللوتس الجميلة، الكاتبة والأديبة المشاغبة فاطمة نعوت. دي لها مكانة خاصة في قلوبنا وفي برنامجنا، ولها بصمة خاصة في بصمتنا الحقيقة. وكان لنا أكتر من لقاء معاها، وتحاورنا معاها في الكتب بتاعتها وفي أفكارها وفي بكرة، وتكلمنا عن حاجات كتير، عن مصر الجميلة وعن الفن وعن الأدب وعن الشعر، واستمتعنا بلقاءاتنا معها، وبصمتها كانت دايما منورة بنور النور. الحقيقة هي يعني أهدتنا هدية جميلة قوي، أحب أنكم تشاركوني فيها، ونتفرج ونسمع ونشوف زهرة لوتس فاطمة نعوت قالت إيه عن برنامج بصمة. تفضلوا معي. الكل يترك بصمة، قد تكون بصمة فخار وقد تكون وصمة عار، لكنها في الأخير بصمة. المقدمة الجميلة دي هي تتر اللي بيتقدم في بداية برنامج بصمة، اللي بيقدمه الصديق العزيز والإعلامي المميز الأستاذ يوسف متى. وأنا الحقيقة تشرفت أني كنت ضيفة أكثر من مرة في هذا البرنامج الجميل الذي ينحى منحا إنسانيا جميلا، بحيث أنه يستضيف قامات فكرية ومؤثرة في المشهد المصري والعربي، كان منهم دكتور وسيم السيسي وأعلام كثيرة جدا كانوا ضيوف على هذا البرنامج الجميل. والجميل في هذا البرنامج أنه لا يتكلم في السياسة ولا في الدين، ولكنه يناقش الإنسان اللي هو الهدف من السياسة والدين. الإنسان هو أصل الأهداف كلها، فإذا أنت وصلت لجوهر الإنسان فأنت حققت كل شيء. الدين نزل من أجل الإنسان، والسياسة من أجل الإنسان، وكل أمور الحياة من أجل الإنسان. فهذا البرنامج يناقش الإنسان نفسه، كيف صنع بصمة، كيف ترك بصمة، وهل هي بصمة شديدة النصوع أم فيها بعض العثرات أم فيها بعض المحطات التي يندم عليها المرء إلى آخره. قبل هذا البرنامج الإعلامي يوسف متى قدم برنامج جميل آخر اسمه كان خلف خلاف للي فاكره، وكان بيقدم الكونتراديكشنز أو التناقضات، كل حاجة وعكسها، الجمال والقبح، الخير والشر، العدل والظلم، كل النقائد اللي هي بتبقى في مجموعة هي نسيج الحياة أيضا. فبالتالي وأيضا هي مكونات الإنسان، كل إنسان فيه الأبيض والأسود، وهي دي سر جمال اللوحة البشرية، إنها لسنا ملائكة ولسنا شياطين، ولكننا نجمع بين هذا وذاك. والاشتغال على النفس هو اللي بيخلي الإنسان يتميز عن الآخر، بأن يهذب نفسه بنفسه، مش القانون يهذبه، ما بينتظرش القانون يهذبه، لكن هو بيهذب نفسه بنفسه، ده اللي بيفرق إنسان عن إنسان. أحيانا بقى معتزة ببرنامج بصمة، وبتمنى له أنه النهاردة بنحتفل بالسنة السبعة، السنة الخامسة. هو البرنامج بدأ في 2015، واستضاف ناس مهمة جدا زي زوسر مرزوق، طبعا النحات والفنان العظيم جدا جدا المصري والعالمي أيضا، وهو أخو رمسيس مرزوق أيضا الفنان الكبير جدا، معرفش إذا كان استضافه ولا لا، لازم استضيفه أيضا، السينمائي المخرج العظيم رمسيس مرزوق وزوسر مرزوق، دول إخوات وكابل من أجمل من أنجبت مصر، وهم أصدقائي، أنا بتشرف أنهم أساتذتي وأصدقائي أيضا.
وكتير بقى. أمينة ثروت أباظة طبعا صديقتي العزيزة جدا وابنة الكاتب الهائل ثروت أباظة، وهي طبعا مهتمة جدا بحقوق الحيوان والرحمة بالحيوان إلى آخره. رباب كمال طبعا التنويرية الجميلة والإعلامية الجميلة، ماجد الراهب، طلعت رضوان مفكر، طلعت رضوان ثاني حرك طبعا يعني أحد الباحثين الأشاوس في الإيجيبتولوجي والمتحمسين جدا للهوية المصرية، اللي نحتفل كل سنة مع بعض برأس السنة المصرية الجديدة. السنة دي احتفلنا برأس السنة 6262 السنة المصرية القديمة. كتير ناس كانوا ضيوف برنامج بصمة، وأنا إن شاء الله قريبا هتشوفوني على برنامج بصمة تاني أو تالت ربما، لأن أنا يعني كنت ضيفة أكثر من مرة. فهو برنامج بيشرح الإنسان، يعني إيه بيشرحه؟ بيطلع كل الخبائق، يعني الخبايا اللي جوه كل إنسان عنده خبيئة جميلة وخبيئة اللي هي جواهره، جواهر الداخلية والدفينة. فالإعلامي يوسف وطبعا فنانة هلا صدقي أيضا كانت ضيفة هذا البرنامج، وموسيقار عادل اسكندر، إيلي كلاس المطرب، الصحفي الأرمني أبو جابريان، الدكتورة الأرمنية سونا مانيكيان، كتير من المفكرين العالميين أيضا ومن سويسرا ومن فرنسا ومن بلاد كتير جدا كانوا ضيوف هذا البرنامج بصمة. وبتمنى جدا ان البرنامج يزدهر ويعلو، وكمان فرحانة بشكل شخصي لانهم حاطين صورتي في تتر البرنامج دايما مع عظماء جدا كبار، يعني انا بالنسبة لهم يعني نبتة صغيرة، زي مجدي يعقوب، زي احمد زويل، زي قناة مصرية رائعة، واساتذتي كلهم. ف أنا سعيدة بهذا البرنامج وأتمنى له كل التوفيق، وإن شاء الله نحتفل بالعيد باليوبيل الفضي واليوبيل الذهبي والماسي لبرنامج بصمة من تقديم وإعداد الإعلامي الجميل يوسف متع. كل سنة وبصمة طيبة، كل سنة وكل بصمة بنتركها بتكون لها أثر، لأنه هو بيختتم زي ما بيبدأ برنامج، زي ما قلت التتر بيقدم بيه في المقدمة، بيختتم البرنامج بأنه بيتمنى أن تكون لكل إنسان بصمة طيبة تخدم وطنه وتخدم الإنسانية كلها. كل سنة وانت طيب يا جو يوسف متى الإعلامي الجميل، وكل سنة وبرنامج بصمة طيب، وإن شاء الله من نجاح إلى نجاح ومن ازدهار إلى ازدهار. فاطمة نعود. الجميلة والعظيمة الأستاذة فاطمة نعود زهرة اللوتس المصرية الأصيلة، بنشكرك جدا على الكلمات الراقية ديت، نشكرك جدا جدا. احنا نطلع بإيه من الكلمتين اللي قالتهم أستاذة فاطمة نعود؟ بتالي أول حاجة نطلع بيها إنها أكدت إن برنامجنا اسمه بصمة، وإن برنامجنا من سنة 2015. إذن احنا البصمة الأصل، اي بصمات تطلع وتستجد بعد كده مش هي الاصل، احنا البصمه الاصل. كلمات فاطمه نعود بتؤكد ان احنا برنامجنا ولله الحمد ترك بصمه وبيترك بصمه، وكون ان قنوات تانية او حد تاني يحاكينا فدي شهاده تقدير لنا وشهاده نجاح لنا، بنشكرهم عليها جدا جدا جدا، وبنقدرها وبنثمنها، وبحب وبروح رياضية بنتمنى لهم النجاح والتوفيق جدا جدا. بس الرجاء هو ان الناس تبعد عن بعض سنة، لان اليوتيوب فور اكزامبل لو خدت دقيقة من فيديو على اليوتيوب بيعتبر ان ده كوبيرايت وبيعمل لك حظر عليه، وممكن يلغي لك اللي انت عامله كله علشان دقيقه. ما بالك لما يبقى برنامج عمره 6 سنين، برنامج مبذول فيه جهد وعرق، فبيعز على الواحد شويه ان اي حد يخربش فيه، يعني لان الدنيا واسعه، الدنيا واسعه.
وليس من المهنية ولا الحرفية ان انا اروح يعني انقل بالظبط. والبصمات كتير، ما هي كل اصبع من اصابعنا له بصمة مختلفة عن التانية، فخلوا بصماتنا مختلفة شوية عن بعض علشان حتى يبقى في ثراء، في تنوع. لما انا وانت هنقدم نفس السلعة للناس، طب ايه فايدتها؟ ليه جاي تقدم السلعة اللي انا بقدمها للناس بالتحديد وبالشكل وتقدم؟ ما تنفعش يعني، حتى عيب مهني ده يعني، ما تنفعش. لكن ال 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 البصمات كتيرة، خلينا كل واحد يبقى له بصمة غير التاني. والوحيد اللي ما بيقدرش يسيب بصمة حقيقية او بصمته ما بتعلمش اللي بيبقى لابس الجوانتي طبعا، يعني اللبيب بالإشارة يفهمه، ده اللي ما بصمته ما بتعلمش. فإحنا الحمد لله بصمتنا بتعلم، والحمد لله على ما حظينا به من نجاح. وبنشكر اللي هم بيحفزونا واللي بيخلونا نسعى لأن إحنا نجدد دمنا تاني ونكمل المشوار، ونثق في نفسنا كويس قوي قوي ان احنا البصمة الاصل. الكل يترك بصمة، قد تكون عارا قد تكون فخارا، لكنها بصمة. اعزائي المشاهدين، اهلا ومرحبا بكم اليوم ونحن نبتدي اولى حلقتنا في العام الجديد. كل سنة وحضراتكم بخير. مع بداية 2016 بنعمل النهاردة حلقة استثنائية إلى حد ما. النهاردة زي ما تقولوا بنقف وقفة مع الذات شوية، وبنستعرض الحلقات اللي احنا نفذناها خلال 2015، وبنتمنى ان احنا نكون قد وفقنا على قد ما بنقدر، ونحب نستعرض جزء من الحلقات ديت في عجالة سريعة كده هوت، ونعرف ناخد الفيدباك او نعرف رد الفعل، يا ترى احنا ماشيين كويس ولا مش كويس، عايزين لان انتوا البوصله بتاعتي، فانا محتاج اني اعرف احساسكم ورايكم في البرنامج. هل احنا ماشيين صح؟ هل لكم اقتراحات تانية؟ ايه الجديد اللي عايزين تضيفوه؟ فاسمحوا لي نستعرض معاكم النهارده مجموعه الحلقات اللي مرت. احنا ابتدينا في 5/5/2015، صدقوني وبامانه شديده أرقام الخمسة دي ما كانتش مقصودة ولا تعنيني في أي شيء، والكلام ده أنا ما بشغلش بالي بيه، هي بالصدفة بس هي جت لذيذة إن الواحد يفتكرها. 5 مايو 2015 كانت أولى حلقتنا. فتعالوا مع بعض نسترجع الحلقة الأولى في برنامجنا بصمة، كانت مع الأديب العالمي جابرييل غارسيا ماركيز. الكل يترك بصمة، قد تكون عارا قد تكون افتخارا، لكنها بصمة. أعزائي المشاهدين، النهاردة عندنا حلقة خاصة جدا، فرصة ان احنا ندردش واحنا رايحين الاستوديو. في اسطورة من نسج خيالي، يعني محدش يصدقها، بتقول ان الفينيقيين إلهة الجمال عندهم هي عشتروت. انا شخصيا رايي ان عشتروت دي ما هي الا شجره من جبال لبنان الجميله اتعطرت بعطر الزيزفون، وقرت كتب جبران وسمعت صوت فيروز فبقت عشتروت الهه الجمال. النهارده ضيفتنا واحده من بنات عشتروت، اتاثرت ونجمتنا النهارده، نجمه حلقتنا، ثابت فيها بصمة كبيرة جدا. هنتعرف عليهم النهاردة، لأن النهاردة بمناسبة عيد الأم، بطلة حلقتنا النهاردة ونجمتها أم ليس لها مثيل، أم لها طابع خاص، أم حملت في أحشائها كل الحب لكل العالم، لم تحمل أبدا جنينا في أحشائها لكنها حملت حبا لكل العالم، أم ليس لها مثيل. النهاردة نجمة حلقتنا هي، وضيفة حلقتنا النهاردة هي، أقول لكم حوجع دماغكم ليه؟ تعالوا نروح للاستديو. نبدأ ندوتنا عن موضوع الساعة وآفة الشعوب العربية خاصة، وهو التعايش بين المختلف.
ولعل خير من يحدثنا في هذا الإعلامي القدير يوسف مسة، معد ومقدم برنامج بصمة، والذي سيضيف على الندوة بصمة أخرى ناجحة كما عودنا، وسوف يتبع ذلك عرض للفيلم المصري حسن ومرقص. فليتفضل. أشكر كل السادة اللي قاموا بهذا الجهد، أستاذ روبير والسيدة حرمه، الإعلامية الأستاذة ريم وهي غايبة عننا النهاردة، برضه أتمنى لها كل الخير، شاعرنا الجميل الأستاذ أحمد صقر، بنشكرهم جميعا على الجهد اللي بذلوه علشان يجمعونا في هذا المنتدى الجميل. هذا المنتدى الثقافي شيء حلو، شيء جميل جدا إن احنا نجتمع ونتحاور ونفكر ونسعى نحو الأفضل. أعزائي، فرسان حلقة اليوم، اهلا بك يا دكتوره معزوزه. اهلا بك يا استاذه جلديس. اهلا فيك. اهلا بروفيسور. شكرا لك استاذ جو. حمل كبير عليا النهارده ان الاقي ثلاث قمم زي دول قدامي مره واحده، ومطلوب مني ان احاوركم، فربنا يديني القوه. الفخر لنا نكون معاك. لا انتوا منورتوني قبل كده في ثلاث حلقات مضيئه، وكان لكم ثلاث بصمات رائعه من خلال برنامج بصمه، بشكركم على ذلك. واسمحوا لي بداية يتسع صدركم ليا لدقيقة كده بس تمهيدية. تفضل. حلقة النهاردة وهي تكاد تكون ندوة، أو أنا بسميها خربشة في النفوخ، هندردش مع بعض أو هنفكر مع بعض بصوت مسموع، تحت عنوان كيف نصنع إنسان متحضر، وده اللي احنا محتاجينه في وطننا. صح. فاسمحوا لي أحكي لكم كده زي وليكن خاطر، حلم من أحلام اليقظة، وتفر انتوا هتسموه ايه. بتخيل لو انا جبت طفل او طفلة بعد ما تخطى مرحلة الحضانة، وحيبتدي البداية مع سلم الدراسة الاساسية والابتدائي بالمريالة اللطيفة بتاعته دي كده، والشنطة اللي حطتها ورا ظهره، وبسلمه لكم. عايز استلمه منكم وهو على ابواب الجامعة بعد ما تنهوا معاه فترة الدراسة الابتدائية. يا ترى ازاي تسلموه لي انسان متحضر بيفهم في المزيكا، لو وريته فن تشكيلي يقدر يستوعبه، بيعرف من الاول خالص حتى اداب المائدة بيتعلمها. يمكن حد يقول لي قبل ما تعلمه اداب المائدة هات له رغيف عيش، لكن هذا لا يمنع ان انا اعلمه اداب المائدة، اعلمه ازاي احترام المرور، اعلمه الحوار، ازاي يكون متحضر، ازاي الاقي بني ادم افتخر بيه كمواطن من بلدي. ده الطرح الاول اللي بطرحه على حضراتكم قبل ما نغوص في اسئلتنا. فمن يتفضل بالاجابة؟ يعني اسمح لي اقول لك انك سلمتني الطفل متأخر. برافو. Now we're going to sing a happy birthday to Basma and Mr. Yusuf Mehta. Happy birthday, did you say? Uncle Renov, Irenov, Eduara Perenov, Amel Bezumerov. Okay. Happy birthday to you. Shora
برنامج بصمة اللي بيقدمه الأستاذ جو، جات منين فكرة البرنامج دي؟ الحقيقة قبل ما حضرتك اسمحي لي تتكلمي فكرة البرنامج، عايز أهني حضرتك بجد بما حضرتك المديرة للقناة على اختياراتك المميزة. يعني أستاذ جو والبرنامج بتاعه بصمة، هو فعلا بصمة لما الواحد بيتفرج عليه بيعمل كده بصمة كده في العهد ما بينساهوش. أشكرك. فطبعا ده عشان أستاذ جو بارع وعشان حضرتك الموفقة، فحابب أحييكي ونرجع. ربنا يخليك. برنامج بصمة تبنتيه ليه؟ يعني ايه فكرة حضرتك تتبني برنامج زي ده؟ هو احنا تبنينا الأستاذ يوسف أولا أو هو من أساس القناة أولا قبل البرنامج وقبل كل حاجة، شخصية كانت متواصلة معنا في القناة ويتصل بينا وحابب القناة قلبا وقالبا، وبعدين اتعرفنا عليه أكتر وجات فكرة البرنامج بصمة. حسينا أن هو إضافة أكتر من رائعة بشخصية جميلة، وبيستضيف شخصيات راقية وبيوصل رسالة مش موجودة في أي قناة تانية الحقيقة. يعني برنامج بصمة من أهم البرامج اللي موجودة الحقيقة في القناة، وأنا شخصيا بعتز بالبرنامج ده جدا لأنه بيعرفنا على ناس بنسمع عنهم لكن لما بنشوفهم في البرنامج بنشوف كلامهم وحواراتهم مع الأستاذ يوسف البارع في إخراج البصمة الحقيقية من كل شخصية بتبقى فخر لينا كلنا الحقيقة. أعزائي المشاهدين، عايز أقول لحضراتكم الحلقة ديت إن شاء الله هتتعاد بعد 12 ساعة. الحلقة دي هتتعاد بعد 12 ساعة، بكرر تاني، و هتتحط على الفيسبوك بتاع القناة، وهتتحط على الجروبات public groups، وهتتحط على اليوتيوب بإذن الله كمان. كل اللي بطلبه من حضراتكم هو التفاعل، وكل محبي ومشاهدي بصمة تفاعلوا معانا، اتفرجوا على الحلقة. يسعدنا جدا ان احنا نشوف الكومنتات ونشوف التعليقات بتاعتكم ونشوف ارائكم ونشوف افكاركم وكل ما هو جديد. و قبل ما ننهي حلقتنا بنتمنى لكم طبعا كل الخير. اسمحوا لي بالنيابة عني وبالأصالة عن نفسي وعن قناة الفضائية القبطية سيسات وعن أسرة البرنامج وكل العاملين فيها أمام الكاميرات وخلف الكاميرات، إن أقدم لكم كل التحايا والحب والتقدير، وبقول أمنياتي زي كل حلقة من الحلقات، وبقول أمنياتي لكم وهي نتمنى أن نكون قد تركنا لكم بصمة بلون النور للعقول وبسمة بطعم الفرح للقلوب. أشكركم جدا وإلى اللقاء في بصمات أخرى مضيئة. بصمات هي الأصل، أوجاي يعني سلام باللغة المصرية. سلام. Thank you.